السلام عليكم حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. النهارده قلنا نتسحروا بقى حاجه على كيفكم ومزاجكم. اول بقى ايه سحور نعملوه؟ تمام، احنا هنعمل النهارده فطير مشلتت. اعمل واحده ساده وهعمل واحده بالجبن. جبنه موزاريلا وجبنه تركي مبشوره، هما دول اللي عندي متاح في الثلاجه، فاحنا قلنا نعمل واحده بالجبن، واحدة بناكلوها كده بالعسل بالمربى. المهم واحدة ايه سادة. معايا كيلو دقيق اهو، نصلي على النبي كده. كيلو دقيق هنحط عليه معلقتين سكر ورشة ملح، وفي الاخر كده واحنا بنعجنوها هنحط تعقيمة فنجان زيت ومية مدفينها. نسمي الله، هنحط ذرة الملح كده بسيطة اهي، رشة بسيطة قوي، الفطير ما بياخدش الا كده بس، ومعلقة السكر او معلقتين السكر اهو، مش معلقتين، مش مليانين، هو كده اهو. نسمي الله ونحط المية حسب ما الدقيق بتاعنا يشرب معانا في العجن. ندفينها المية، نسمي الله، نعجن كده فطير مشلتت. هو ملح مع ذرة ملح وحبة سكر بس، نعجنها كده لغاية ما تعمل عرق معانا وتلم كلها ببعضيها. صلوا على النبي حبايبي كده في الكومنتات، وما تنسوش تحطوا لنا لايك والاشتراك عشان ينزل لكم كل جديد من بيت حنة اهو. نسمي الله، نلم الدقيق كله، ولما يتلم معانا نعجنها عجنه كويسه بحيث انها تعمل عرق معانا والفطير بتاعنا يطلع مورق وجميل. هنسيبها ربع ساعه تريح، وده مقدار الفطير المشلتت معانا، مفيهوش اي فكاسات ولا حاجة، اي حاجة تعجيل ولا مقادير تانية اهو. هنفضل نعجن كده، هو كده برضه عايز لسه مية الدقيق بتاعنا اهو، بس يلم اللي في ايدينا اهو، نديله برضه حبة مية لغاية ما الدقيق يلف معانا اهو. مية مدفينها، عايز ميه تانيه، الميه دي حسب الدقيق ما يجمع معاكي ويلف معاكي يبقى خلاص هو مش عايز ميه تانيه ولا عايز اي حاجه. هنعجنوها ونسيبوها ربع ساعه تريح، وبعدين نعمله بقى الفطير مع بعضينا. هي كده بدأت اهي تلم معانا اهي، نفضل بقى نعجن فيها نعجن فيها لغاية ما تاخد وضعها. هي بتحتاج انها تتعجن حلو لغاية الدقيق ما يلين معانا اهو. هنقوم كده عشان نملك ان احنا نعجنها حلو اهو. لازم نعجنها بتاع 10 دقايق، استنونا ارجع لكم تاني. رجعنا لكم تاني، العجينه بتاعتنا اهي نضفت البلاستيك، وبصوا بقت عجينه عامله ازاي، لسه ما حطيناهاش الزيت ولا اي حاجه. بصوا شايفين العرق اللي فيها جميل،
جميله وطريه ولمت كل اللي في البلاستيك. تعرفي كده ان عجينتك مظبوطه انها نضفت البلاستيك. هنحط كده قيمه معلقتين زيت كده اهو بس، وهنعجنها تاني بالزيت كده اهو، وبعدين نسيبها تريح بقى اهو اهو تريح بقى. نكون حضرنا السمنه بتاعتنا، اي سمنه نباتي عندك اهو، نعجنه شويه بالزيت ونغطيها ونركنها شويه لغايه ما تاخد وضعها، تريح من العجن بس. هنقص الصاجات بتاعتنا تكون هي ريحت ونرجع لكم تاني. السلام عليكم حبايبي، ورجعنا لكم تاني اهي العجينه بتاعتنا. بصوا جميله ازاي تشكيله، شكليها زي ما انت عايزه. بصي اهي اهي، حطها كده في الطبق، هنسيبها ربع ساعة واحنا مع بعضينا كده اهو هنعملوها ونشوف الطريقة ازاي. هغطيها بالاسترتش، استنوني بقى نرجع لكم بقى لما نقرصوها مع بعضينا ونعملوها فطيرة بالجبنة وفطيرة سادة. استنونا، ما تنسوش تحطوا اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من بيت حنة. وهي العجينة بتاعتنا ربع ساعة وهنشوفها مع بعضينا وهحط عليها الاسترتش. فين القلوب الحلوة واللايكات عشان ينزل لكم كل جديد من حنة. السلام عليكم. نحطها كده على البوتاجاز الصبح، تاخد ربع ساعة ونرجع لها تاني. هنحضروا السمن بتاعتنا واشوفكم في رعاية الله، واستنونا. سلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. رجعنا لكم تاني حبايبي، معلش ده سحور بقى في وقت متأخر، بس ان شاء الله انتوا هتدعمونا باللايكات والاشتراكات والقلوب الحلوة عشان ننزل لكم كل جديد من يوميات حنة. بصوا الصينيه اللي انا هعمل فيها الفطيره بدهنها سمنه اهي، دهناها حلو، اي سمنه نباتي فلاحي اي حاجه عندك، اي سمنه اعملي فطير زي ما انت عايزه، نباتي بلدي فلاحي اي حاجه اهو، دهناها حلو اهو كده اهو. ودي اللي هنعمل فيها كرات. العجينه دي ما فيهاش بتاع دوت، ما فيهاش خميره، فاحنا ما بنسيبهاش تخمر، احنا بنريحها بس مكان ايدينا انها سخنه وهي بتعجن، لكن ما بنسيبهاش تريح او تخمر عشان دي ما فيهاش خميره. دي ميه وملح ومعلقه سكر، يعني سهله وبسيطه اهي. نخلي دي عشان نغطي بيها العجينه. بصوا اهي ريحت وبقت جميله احلى اهي، شايفين اهي العجينه بتاعتنا ملبن ملبن اهو. هنبقى هنقرصها كرات كده اهي، لازم تبقى فيها تكايه كده اهو اهي اهي. هنعملهم كلهم مقاس واحد اهي، حته بس كل
كلهم مقاس واحد. عجينة جميلة جميلة. هنشوف هيطلعوا لنا كام واحدة اهي، شايفينها فيها العرق جميلة تتشكل زي ما احنا عايزين، شايفينها كده اهو. دي كبيرة هنقللوا منها شوية عشان يطلع كلهم حجم واحد. كلهم مقاسات واحدة، هيطلع معانا فطير جميل جميل جميل. صلوا على النبي كده يا حبايبي، اكتبوا في الكومنتات صلوا على النبي، متنسوش تحطوا لنا القلوب واللايكات عشان قناتنا تكبر وتزيد بيكم. شايفينها عاملة زي الماستيكة، شايفين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد. شايفين حبايبي الفطيرة بتاعتنا جميلة اهي. سعرها مكلف يا ماما؟ لا ابدا، كيلو الدقيق والميه وال وحبه الملح وحبه السكر بس. السمنه عندك في البيت والملح طبعا عندك في البيت والسكر عندك في البيت، كل حاجه عندك في البيت. هنشوفه الواحده هتطلع كام فطيره صغيره. احنا كده معانا 4 6 6 10 12 اهي 13 واحدة اهي. بصوا البلاستيك بتاعنا مفهوش اي عجين كده، واهي هناخد اول كورة عملناها اللي هي ديت. بصوا هنقصه كده مكان ده، استنوا بس نغطيها عشان نغطيها بالاسترتش ده عشان اللي مش هناخدوه كده اهو ما يقشفش من السقعه. واحنا مولعين الفرن من اول ما خبزنا هنحط الصاج ده اللي هنحط فيه اهو، ونحط كده اهو سمنه. طبعا احنا غاسلين الترابيزه معانا حلو قوي. هناخد اول واحده اهي عملناها اهو، بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اهو. اهو هنفضل نفرد كده اهو، نفرد من غير ما تتقطع معانا اهي عشان تبقى رقيقه وحلوه ما تبقاش فيها حته تخينه اهو. هناخدها كده اهو ونفردها في الثوب بتاعنا اهو. اهو هنفرد في الثوب كمان اهو عشان ما تبقاش تخينه. برضو احنا
احنا بنعمل كل واحده وواحده هنحط لها عشان تطلع مورقه سمنه كده اهو اهو اهو. هناخده اللي بعديها هندهن سمنه كده ونفرد. شايفين العجينه زي المستيكه معانا بتتفرد معانا بسهوله اهو. مش عايزين حته تبقى فيها تخينه اهي. هنحطها على اختها برضو اهو. هنعدلها كده على بعض عشان لما نيجي نفردها اهو اهو اهو. نقصها برضو السمنة كل واحدة واحدة نحط لها سمنة. استنونا نعمله كام واحدة كده ونرجع لكم تاني. حبايبي رجعنا لكم تاني. حطينا اهو سبع رقات اهو لسه هنفردوهم، بس هنحط بقى كده الجبن عشان هنحط بقية الرقات اللي احنا هنحط في كل فطيرة سبع رقات. احنا كده حطينا اربعة تحت، هنحط الجبنة بتاعتنا اهي كلها كده اهو اهي. شايفين ازاي؟ ولسه هتتفرد كمان اهي جبنة بتاعتنا اهي جبنة التركي. اي جبن عندك في التلاجة انت بتحبيها متبقية تعمليها على طول، قولش لا اهو. هنحط بقى السبع رقات التلات رقات التانيين. نغسل ايدينا عشان اما نمسك العجينة ودي فوطة ناشفة اهي عشان نمسح ايدينا نجيفة بتاعة العجين. هنمسك الرق التاني اهو اهو. مش مهم انها تتقطع معانا لانها لسه هتتفرد اهو. هنغطش بيها الجبنة كلها وهتتحط عليها طبقة تانية متحطش بس الجبنة تطلع برا عشان ما تتحرقش اهي. الطبقة اللي احنا حطيناها دي غطت الجبنة كلها اهي. هتتساوى بواحدة تانية هنقصوها برضو سمنة عشان تطلع مورقة اهي، تطلع الفطيرة معانا مورقة. هنمسك واحدة تانية اهي نقص سمنة كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. احلى فطير في البيت احلى من اللي انت بتشتريه بره بالجاهز وما بيكلفكيش حاجة، وتبقي عارفة السمنة اللي انت حطاها وعارفة دي جايباه نوعه ايه وعاملاه بايديكي. طبعا كل حاجة مغسولة كل حاجة نجيفة، لكن برا انت مش عارفة الدنيا فيها ايه اهي. غطوا كده بيها. بعدين الفتيرة اللي بتجيبنا برا دي غالية طبعا، كل حاجة دلوقتي بقت غالية وكل حاجة اسعارها مولعة نور.
انت ما بتعمليها في البيت عارفة ان انت جايبة الدقيق منين وسمنتك عارفها ايه، لكن بره مش عارفة. بتشوفي بس الحاجة بيعملوها لك وبيدوها لك، لكن ما بتشوفهاش معمولة ازاي كده. احنا لسه برضو ايه هنفرد في السوق اهو، لسه هنفردها بس، وهنعمل اخر واحدة اهي. هنعوز برضو سمنة كده في الطبقة اللي احنا حطيناها كده على الوش اهي. عشان تبقى رقيقة رقيقة. هنشوفوها طبعا لما تطلع معانا من الفرن. اهي دي اخر طبقة هنحطها للفتيرة دي اللي هي بالجبنة. وهنعمل بقى السادة زيها بالظبط. هنشوفهم بقى وهم طالعين من الفرن كده اهو. شايفين اهي، هنشد كده اهو عشان تطلع معانا رقيقة رقيقة اهي اهي. هنقعد بقى نفرد في الصاج بتاعنا اهي عشان مفيش واحدة تطلع. الرق بتاعها تخين اهي. بسم الله ما شاء الله على العجينة بتاعتنا اهي. بصوا جميلة ازاي اهي. شايفينها اهي. هنحط لها بقى السمنة على الوش. لو عندك بقى قشطة حطي، عندك وش اللبن حطي، كل ده هيعمل لك الفطير وش الفطير. ما عندكيش دهني كده زي سمنة ودخليها الفرن، هتبقى أحلى فطيرة عملتيها في البيت. شايفين يلا اهي الفطيرة بتاعتنا، هندخلوها الفرن ونعمله بتاعتنا التانية ونوريهم لكم. مستنيين منكم اللايك والاشتراك عشان ننزل لكم كل جديد من بيت ايمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.